نوع من أنواع الجن، وبيعتبر من أشهر الأنواع وأكثرهم قوة. بيقدر يتشكل في جسم الحيوانات بكل أنواعها، وبيقدر يتشكل على هيئة بني أدمين. ونشفوه بيتشكل على نص جسم حيوان ونص جسم بني آدم، وبيقدر يتحكم كمان في حجمه زي ما يحب. وأغلب الناس اللي شافوه في الليل، وخصوصا في الأوقات المتأخرة من الليل، وغالبا بيظهر في الأماكن الفاضية واللي بتكون مش زحمة. بيظهر حوالين البحيرات وفي الصحاري وفي الأراضي الزراعية الفاضية. هنتكلم النهاردة عن الطنطل، وهعرفكم أصل الحكاية. بس قبل ما نبدأ، لو أنت لسه بتتفرج عليا ومش مشترك في القناة، انزل اشترك بسرعة وفعل الجرس عشان يوصلك حكاياتنا الجديدة أول بأول. يلا نبدأ حكايتنا. أسطورة الطنطل، أسطورة سومارية من الحضارة العراقية. بتحكي الأسطورة عن مكان في جنوب العراق، وتحديداً في إقليم الأهوار في العراق. كان في زمان ثلاث مماليك كبار ومزدهرين جداً ومشهورين، كانوا موجودين في المكان ده قبل طوفان سيدنا نوح العظيم. الثلاث ممالك دول كانوا الإخوات، اسمهم العكر وأبو شذر وإحفيز، وتسمت مماليكهم بأساميهم. كانت الحياة في الثلاث ممالك دول مزدهرة جداً، وبنوا المدن والمعابد المزغرفة، وزرعوا حواليها بساتين مساحتها كبيرة جدا، كانت مليانة فاكهة ونخل وزهور، ومليانة بالأحجار الكريمة والفضة والألماس. وحوطوا المدن بتاعتهم بأسوار عملاقة وكبيرة جدا، لكن مع الوقت بقوا جبابرة على الأرض وكفروا بالله وخرجوا عن طاعته. فغضب ربنا عليهم وبعت لهم زلزال دمر المدن بتاعتهم بمعابدها بأسوارها العملاقة، وبعت لهم طوفان غرق كل اللي عملوه، لدرجة إن الممالك ما بقاش ليها أي أثر وبقت ركام تحت المية وأثار. ولحد النهاردة العلماء بيروحوا يدوروا في مكان المملكتين بتاعت العكر وأبو شذر، وبالفعل بيلاقوا قطع أثرية لحد يومنا هذا. لكن مملكة إحفيز محدش لقالها أي أثر لحد دلوقتي. وفي بعض الاعتقادات اللي بتقول إن مملكة إحفيز كانت عبارة عن جزيرة منعزلة في وسط المية، ولما الطوفان جه وغرقت اختفت بالكامل. وبيقال إن ساعات بتظهر والناس بتشوفها وبتختفي في ساعتها على طول، ويقال اللي بيحرس الجزيرة دي جن الطنطل، ومش بيسمح لأي حد إنه يقرب أو ياخد من كنوزها حتى لو حاجة بسيطة، وإن جن الطنطل متواجد حوالين التل ده، والسكان المحليين بيأكدوا وجوده وبيحكوا ويتداولوا الحكايات عنه، وبيقولوا إن في منه طيبين وفي منه أشرار. فهحكي لكم أشهر حكايتين متداولتين عن الطنطل. في راجل مسن ساكن هناك اسمه أبي الخنجر، طلع في فيديو قبل كده وبيأكد إنه شافه وحكى عن حكايته مع الطنطل. بيقول أبي الخنجر: كنت قاعد في بيتي بالليل مع واحد صاحبي، ومرة واحدة سمعت حد بينده عليا من بره، صوت حد معرفوش. فصاحبي قال لي: ما تطلعش، الوقت متأخر. هو أنت تعرف مين ده أساساً عشان تطلع؟ بس الحد ده فضل ينده علي أكتر من مرة، وبالفعل تجاهلته وعملت نفسي مش سامع أو مش موجود وخلاص. فالشخص اللي كان بينده راح خبط على جاري واللي كان اسمه السيد عباس، وسأله علي وقال له أنه عايز يقابلني ضروري، وطلب من جاري أنه يوصلني الكلام ده وإني أقابله بكرة في مزرعتي. الشخص ده كان غريب عن المنطقة، وده صعب أنه يحصل. مين هيبقى عارفني وعارف ان عندي مزرعة وعارف اسمي وكل التفاصيل دي ويكون غريب؟ عرفت على طول انه جن الطنطل، ومتجسد في صورة بني آدم. ومعروف عندنا لو الطنطل نده عليك لازم تجيب الندى، عشان احنا مش قد العواقب اللي هنشوفها لو تجاهلناه. وبكده طبعا لازم اروح اقابله وانفذ له اللي هو عايزه، لان لو تجاهلته الله أعلم هيعمل فيا إيه. رحت تاني يوم بالفعل للمزرعة، ولقيت شخص غريب فعلا واقف تحت النخلة. رحت كلمته وقلت له: هو أنت اللي رحت مبارح للسيد عباس طلبت منه أنك تشوفني؟ رد الشخص ده وقال لي بكل هدوء: أنت أبي الخنجر؟ رديت عليه وقلت له: أيوة أنا. خير، كنت عايز مني إيه؟ بيقول أبي الخنجر: وأنا واقف معاه مرة واحدة غير هيئته وتحول من بني آدم لحصان، وفي ثواني اتغير هيئته تاني لحيوان تاني، وفضل يغير في هيئته على شكل حيوانات وسط ذهول مني. فضل أبي الخنجر بيتفرج على اللي بيحصل قدامه وتمالك نفسه، ورد وقال له:
هو انت جايبني هنا عشان توريني انت بتقدر تتحول لايه ولا ايه؟ رد طنطل عليه وقال له هو انت مش خايف؟ قال له ابي الخنجر انا ما بخافش من حاجة إلا غدر البني أدمين، كنت عايزني في إيه؟ الطنطل رجع لهيئته على شكل البشر مرة تانية، بس راسه كانت أكبر من جسمه وعينيه كبيرة وواسعة وطويلة بالعرض كده، وقال له أنا كنت عايز أقولك إن بيتك اتسرق من 3 أيام وعرفه بالظبط إيه الحاجة اللي اتسرقت من بيته، وقال له كمان على الحرامي وكمان قاعد فين دلوقتي حالا، وقال له إن كمان في مجموعة من الأشخاص عايزين يضروك وسدوا مجرى المية اللي بيروي مزرعتك. المكان ده كان بعيد جدا. ابي الخنجر رد عليه وقال له بس انا ما اقدرش امشي المسافه دي كلها، والمكان اللي بتقوله ده بعيد قوي عن هنا. رد الطنطل عليه وقال له بس انا اقدر اروح في لمح البصر وارجع لك واحل لك مشكلتك. وجاب الطنطل لابي الخنجر ديك وحطب وقال له اقعد هنا شويه وانا هروح احل لك مشكله مزرعتك وارجع على طول. فساله ابي الخنجر هو انت بتساعدني ليه؟ رد وقال له عشان مزرعتك دي بيتي من آلاف السنين وأنا عايش فيه. وبعدها اختفى. طلع أبي الخنجر في الفيديو على اليوتيوب حكى كل اللي حصل معاه ده. تفتكر كلهم طيبين زي اللي طلع لأبي الخنجر كده ولا في أنواع تانية؟ تعالوا نعرف في حكايتنا التانية. راجل اسمه أسعد بيحكي الراجل وبيقول أنا عمري ما صدقت في موضوع الطنطل والكلام ده ولا في الأساطير بتاعة الحضارة السومرية. في يوم من الأيام بيقول كان جاي يزورنا واحد قريبنا جاي من قريتنا اللي كنا عايشين فيها من فترة كبيرة. كان مجند ومكان خدمته قريب من بيتنا اللي قاعدين فيه في المدينة، فعرضت عليه انه يقعد عندنا فترة خدمته بدل يعني ما يفضل رايح جاي. قريبنا وافق وفعلا قعد معانا في البيت، ومع الوقت بقى المجند وأسعد أصحاب قريبين من بعض وبقوا يسهروا ويتكلموا مع بعض وكل واحد يحكي عن اللي حصل معاه في يومه. بس في يوم من الأيام المجند ما رجعش في ميعاده، اتأخر حبتين. بدأ أسعد يقلق عليه وفضل قاعد مستنيه إنه يرجع بس ما رجعش. أبو أسعد كان خلص شغله وروح، فأسعد قال له إن قريبهم ما رجعش كل ده وأول مرة يتأخر بالشكل ده. فوالده قال له ما يمكن يا ابني روح بيته ولا هيبات هناك. رد أسعد وقال له هو قال لي إن هو جاي، لو كان هيبات هناك أو روح أكيد كان هيقول قبلها. فوالد أسعد قال له الوقت اتأخر، ادخل نام دلوقتي وأنا أول ما الفجر يأذن والنهار يطلع هروح المعسكر اطمن عليه. بس يا دوبك الفجر أذن والنهار شقشق وسمعوا صوت خربشة على باب البيت. قام أسعد بسرعة فتح، والمفاجأة إن لقى قريبهم متبهدل على الآخر، وشه مخطوف وأصفر وجسمه كله بيترعش وهدومه كلها تراب ومبهدله وصوته رايح مش قادر حتى يتكلم. والد اسعد واسعد ساعدوه انه يوصل للاوضه بتاعته وحاولوا يعرفوا منه ايه اللي حصل معاه وايه اللي اخره كده وماله مرعوب كده ليه. بيبص لهم وهو بيترعش جامد ومش قادر ينطق بحرف، فقالوا له طب نام انت دلوقتي وارتاح واما تهدى نتكلم. رد الجندي وقال جمله واحده انا من النهارده مش هعرف انام تاني. وبعد شويه طلع قعد معاهم، ولما سألوه عن اللي حصل معاه رفض بشدة انه يتكلم في الموضوع. أسعد ألح عليه كتير جدا عشان يعرف ايه اللي حصل له، وقال له لو محتاج اي مساعدة طيب في حاجة عرفني انا صاحبك وهساعدك. بس المجند كان بيرفض تماما انه يفتح الموضوع حتى. عدد الايام وكل يوم أسعد يرجع يسأل المجند عن الليلة المشؤومة وعن اللي حصل معاه فيها. في اخر ما زهق قرر انه يحكي له. بدأ يحكي ويقول له أنا خرجت فعلا من المعسكر في معادي زي كل يوم، بس بسبب إن الطريق طويل قوي وبياخد وقت أطول عقبال ما روح فلقيت طريق مختصر هيوفر وقت ومجهود، وهو إن يدخل من حقول القمح. ودخلت فعلا، بس وأنا ماشي الليل بدأ يخيم علي والدنيا خلاص دقيق وهتضلم والقمح طويل ومش هشوف حاجة لو الدنيا ضلمت. فقررت أمد خطوتي شوية، وأنا ماشي وبمد لمحت عيل صغير ماشي ما بين القمح، خفت يتوه ولا يحصل له حاجة، ففضلت انده عليه عشان اخده يعني في طريقي واطلعه بسرعة قبل ما الدنيا تضلم، بس ما ردش عليا نهائي والطفل اختفى وبقيت مش شايفه. فضلت ادور شوية عليه وبعدين كدبت نفسي اني اساسا شفته وقلت خلاص انا همشي في طريقي يمكن بيتهيألي ولا حاجة، خليني في حالي عشان اعرف اطلع من هنا. ولسه ما كملتش الكلمة حسيت بحركة ورايا، ببص لقيت الطفل اللي شفته، بس المرة دي
شفت ملامحه كويس، راسه أكبر من جسمه بكتير قوي، وعيونه عريضة وواسعة، وملامحه مش متناسبة تماماً مع حجمه. شكله كان غريب جداً، والأغرب كانت حركته، كان بيتحرك بسرعة غريبة لدرجة إنه ما تلحقش تشوفه أساساً. بصراحة بدأت أقلق، بس قلت ما يمكن دول شوية عيال بيلعبوا وهو خلقته كده، وما حطتش في بالي، وكان كل همي أخرج من المكان ده قبل ما الدنيا تظلم أكتر. وكملت في طريقي، بس دماغي كانت عمالة تودي وتجيب، مين الواد ده وإزاي شكله غريب قوي كده. المهم الدنيا بدأت تظلم، وأنا كمان بدأت أجري عشان أخرج من الوقعة السودة اللي وقعت فيها نفسي. وهنا سمعت صوت مرعب جدا، وصوت حتى غضبان وبينادي باسمي، وقال لي كلمة واحدة: أقف. قمت بسرعة أطلع أجري، وبقيت كل كام دقيقة أضرب بضربة في ظهري قوية جدا تزقني كام متر قدام برضه، وأقع على الأرض. وكل ما أقع أشوفه واقف قدامي بيبصلي، أقوم أجري تاني. وهكذا فضلت بالمنظر ده لحد الفجر، بس أول ما الفجر أذن الشيء ده اختفى تماما. رد أسعد وقال له: وانت ما حكيتليش ليه من الأول؟ رد قريبه وقال له: عشان اللي انت ما تعرفوش مفيش حد يسمع عنه إلا والطنطا لازم يزوره. دول كانوا أشهر حكايتين عن كائن الطنطا اللي حكاياته ما بين السكان المحليين ما بتنتهيش. وإن شاء الله هعمل لكم جزء تاني عن كائن الطنطا، وهكمل لكم الحكايات المرعبة عنه. لو الحلقة عجبتك عرفني واعمل لايك، ولو حد من الأخوة العراقيين عندهم معلومات زيادة عنه ياريت تكتبولنا في الكومنتات، واللي مش من العراق وسمع عنه عرفني برضه. واستنونا في حكاية جديدة من حكايات نص الليل. كانت معاكم تيا، أشكركم على المتابعة ودمتم بخير.